بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمجرد خروجك من منزلك أيها المشاهد فإنك تصبح جزءا من المشكلة، المشكلة المرورية. سواء كنت ماشيا أو سائقا أو راكبا فالمشكلة مشكلتك والقضية قضيتك. ربما أنت أو قريب لك أو صديق، أي لا بد أن يكون له ضحية مرورية. أما موت أو إعاقة أو إهدار للوقت أو حرق للأعصاب أو خسارة مادية، هدر جسيم لثروة الكويت القومية. سنبدأ هذه القضية في فئة من الناس مشكورين تكرموا ويوم معانا في الاستوديو. يوم معانا في الاستوديو لسبب بسيط، لأنهم يعتقدون أن عندهم رسالة يوصلونها إلى كل مشاهد في يشاهد تلفزيون الكويت. هؤلاء الناس فقدوا ناس عزيزين عليهم، فقدوا ناس أو أصبح عندهم إعاقة، وهذه الإعاقة مأساوية يتذكرونها صباحا مساء بسبب حوادث المرور. خذوا على سبيل المثل لولوة، بنية لولوة بنت يوسف عبد الحميد الجاسم، صح؟ لولوة انت عمرك 14 15، الله يخليك. لولوة عندك اخت عمرها 20 سنة الان. عمرها 20 سنة، كنت تتمنين تكون صديقتك، تعيش معاك كأي إنسان عاديين. فقدتي العلاقة معها، فقدتي الاتصال، صح؟ قولي رسالتك للناس، تفضل. يا لولو، أنا أختي سوت حادث سيارة من قبل 3 سنين، طبعاً الحين هي على ويلتشير، ما تتحرك، ما تروح مدرسة، قاعدة بالبيت. فرسالتي حق اللي يسوقون سيارات إن ما يسرعون والتزمون بالقوانين عشان ما تصير لهم حوادث ويتأثرون فيها، وأهلهم طبعا أول شيء. مشكورة. أنا آسف الحقيقة إن دمعت عيوني، لأني فعلا عشت يعني عشان تحضير لهذا البرنامج مآسي. أنا زرت بيت الأستاذ يوسف وشفت اللي شفته ومتأثر، اعذروني. عندنا شخصية أخرى حنقابلها، الأخ العزيز عبد العزيز العسكر. عبد العزيز العسكر في يوم العيد، العيد اللي فات، الناس فرحانة، فقد بنته عمرها 20 سنة ورد. تفضل يا شباب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بتكلم فيه اللي بقوله ان الحادثة اللي صارت لبنتي، الحادثة ممكن تصير حق اي واحد واي فرد، والسبب الناس الطايشة المستهترة
اللي لا تراعي لا قانون ولا ناس. سبب تخطي الإشارة الحمراء. طبعا الحادثة يعني لما نتكلم عنها أشوف قدامي بنتي. لما أتذكر اللي حصل لها أنا الآن أخاف. لما أوصل للإشارة أخاف، حتى لو أشوف الإشارة خضراء ما أمشي. أنا ما أبي أذكرك في المأساة كثيرا. أنا أعرف أن أنت صدمت في خلال الشهرين هذول مرتين، في بنتك وفي خالك، صح؟ خالك؟ خالي قبل 3 شهور من حادثة بنتي نفس الشيء، كان واقف على الإشارة الحمراء وجت السيارة من الطريق المقابل بسرعة جنونية وطارت السيارة. يمكن في الأفلام ما نشوفها، تطير السيارة طيران وتنزل عليه وتذبحه في مكانه. الله يرحمه. الأخ يعقوب شمسان، مأساتك عاشتها الكويت فردا فرد، عشنا معاك جميعا بما حصل. ممكن نسمع رسالة إلى الجميع؟ الجميع يحتاج رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا طبعا راح بالحادث 4 من أهلي، ما نقدر نقول عنه حادث، نقدر نقول عنه مجزرة. يعني بنتي راحت عمرها 13 سنة، واختي راحت عمرها 35 سنة، وبنات اختي 13 سنة و11 سنة، كلهم راحوا. واختي وبنات اختي يمي يعني جيراني بيتهم، لازق في بيتي، كل يوم اشوفهم، كل يوم اقعد وياهم. والسبب شنو؟ السبب واحد طايش طلع على الإشارة الحمراء مع الأسف، وطلعها وهو راهي يعني طالع من بعيد ومتأكد إنه حمراء، واختي طالعوا قدامها سيارات طلعوا على الخضرة اللي كانوا قدامها، وطلعت عقبهم يعني جاي مستهتر على الحمراء وذبح 4. والحادث هذا في نفس الوقت أنا كنت رايح أجيب بنتي الكبيرة من المدرسة، وشفت الحادث قدامي ووقفت وشفت اختي وبنتي جثث طايحين بالسياره ومغطينهم بقصدير يعني الصراحه. ولدي كذلك راحوا 4، ولدي كذلك للحين من مستشفى لمستشفى ريله مكسوره، قاعد اعاني ويا نفسيا ومعنويا. والشيء هذا سببه شنو؟ سببه انه يقول انا اذبح واطلع، هذا اللي حاصل يعني الحين. دفع على كل روح 25 دينار. شنو الروح اللي 25 دينار يدفع له؟ يعني كذي الناس رخاص يعني بهالديره هذه. تقول ايش تحب تقول للناس، للعالم، للي يشاهدونك الان؟ ايش اقول للناس؟ اقول الله يكون بعوننا، الله يكون بعون الناس من هالمآسي اللي قاعد نحصلها، من هالاشياء، من العوائل اللي قاعد تروح، بيت فضى، لا زوجه لا عيال، يعني حتى نسيبه مو قادر يعني يرفع راسه بالبيت ليل ونهار قاعد يبكي، يعني مأساة، لا زوجه لا عيال ولا بنتي انا. يعني اخذت السياره بعدهم ما ادري شلون وصلت له، وصلنا عند السياره حتى ما قدرت اطل داخل السياره، تقطع قلبي. ايش صار يا جماعه ايش صاير؟ قالوا لي انت منو؟ قلت لهم انا صراحه زوجها. قالوا لي هاي زوجتك الظاهر يعني بقى براسك راحت. أنا كنت آمن بالله الحمد لله. زين بنات شلون؟ قالوا لي البنات وديناهم مستشفى، راحوا أخذني نسيبي ويلا توكل على الله. رحنا المستشفى هناك الحقيقة خبر كان مثل صاعقة علي، لما بلغوني أن ما عندنا لولد واحد بس، وهذا بعد مسكين مكسور فوق وحدر. اللي الله يطلع بالسلامة إن شاء الله.
رحمة الله الواسعة على من خطفه الموت على الطريق، والدعاء بالشفاء لأولئك الذي أقعدتهم السيارة ورسمت على وجوههم علامات الأسى والألم. ليس بالضرورة أن يكون الضحايا بسبب شخص آخر تسبب في الحادث، ممكن الأسباب تكون عديدة وممكن أن تسببها لنفسك، كما هي الحال لهاتين السيدتين فاطمة قلوم ومدينة قلوم. أنا فاطمة قلوم، كنت أسوق يعني، وبعدين من السرعة يعني دعمت عمود نور، وكان يصير لي شلل نصفي، كسر بالعمود الفقري، وكنت توني متزوجة شهرين، وبعدين زوجي تخلى عني عشان صرت مشلولة. لأنك مشلولة تخلى عنك؟ أيوة، أنا بالمستشفى تخلى عني. شو أقول لك؟ الله يكون في العون ويصبرك وخليك قوية. وأنت في المستشفى؟ الله يصبرك. تفضل يا ست. أنا والله بسبب حادث، بس أنا سبب حادث إن إطار السيارة كانت قديمة، من بعد الأزمة كانت واقفة، فإحنا استعملناها وكنا ماشيين طريق سفر، فانقلبت السيارة وصار فيني هم شلل رباعي يعني. الحمد لله شكر تعالجت يعني، الحين كنت قمت أقدر يعني أقعد على الويلتشير ويدي كاترة، وهذا قمت أقدر أكل يعني، أول كنت ما قدرت أول ما سويت الحادث. الحمد لله على كل شيء، أشكرك. ما هي المشكلة؟ شنو حجم المشكلة؟ ما هي مسبباتها؟ وكيف نخرج منها اللي احنا فيه؟ أسئلة كثيرة. حنبتدي مع اللواء اللي تقول لنا حضرتك، لواء عبد الحميد، ولو أن الموضوع يطول ولكن باختصار الردود على هذه الأسئلة. شكرا. طبعا أنا أشارك الأخوان طبعا اللي حاشتهم مآسي من بعض المجازر المرورية اللي صارت الآونة الأخيرة. كلنا نعلم أن قضية مرور هي قضية عالمية جدا، يعني ما هي قضية الكويت ولا قضية خليجية ولا عربية، قضية كل بلد بالعالم. في حوالي 600,000 شخص بالسنة يروحون ضحايا من المرور، من حوادث مرور. كلنا نعرف أن الحادث يجي من ثلاث أشياء، اللي هو الطريق، وعندنا السيارة، وعندنا سائق. الحمد لله طرقنا بالكويت جيدة وسياراتنا كلها متينة، لكن مشكلتنا الآن مشكلة السائق، تركيزنا على السائق. فعلا يعني بعض السواق مع الأسف شديد ما في أخلاق، ما في سلوك، ما في تربية، ما في وعي. الإدارة العامة للمرور عملت مع أجهزة الإعلام بتوعية مرورية في كل وقت، لكن الشاب إذا شاف التلفزيون يتكلم عن المرور وخر الموجة، راح موجة ثانية. الشباب أنا أقول فعلا دول اللي تخطى الإشارة الضوئية الحمراء عمدا، أحط لك نقطتين تحت عمدا، ويسبب حادث وفاة، يستحق الإعدام. أنا طالب طبعا، أنا يعني ولي أمر، مثل عندي أولاد يمكن يوم من الأيام يكون نفس المشكلة، لكن اللي أقوله أنا، إحنا طبعا في قانون الآن مرفوع في مجلس الأمة حسب طلبنا لتزيد العقوبات. في الوقت هذا في بعض أعضاء مجلس الأمة طالبوا في وضع غرامة 500 دينار على كل واحد يكسر إشارة حمراء وسنة حج. أنا طبعا أشارك الرأي هذا، ومجلس الأمة الآن لازم يوقف مع الوضع هذا ويحس فيه، وهذا التشريع اللي نريده الآن. إحنا نتمنى أن تطلع قوانين تزيد. بالنسبة للسلوك اللي هم السواق، فعلا عندنا إحنا الإحصائية من 18 إلى 25 سنة، فعلا احنا نقول الشرطة مسؤولة 10%، لكن 90% هم أولياء أمور، أولياء أمور السائقين أو الشباب مع الأسف شديد ما يدرون عن أولادهم. هل ولد هالمستهتر اللي طلع على إشارة الجرين وراحت 4 ضحايا بسببه؟ فعلا عمل مأساة كبيرة. احنا نقول أيضا، أنا طالب في نفس الوقت أن الشباب دول ما قاعد مع لو العقوبات، أي عقوبة نحطها أيضا ما راح تردعهم، يحتاجون لتربية. الأسرة وين أسرته؟
يطلعون يتسكعون بالليل، يشفطون، يعملون مشاكل الدنيا كلها. بسبب شنو؟ نص الليل، ولي الأمر ما يدري عن ولده إلا بعد ما تتصل فيه يقول له تعال ترى ولدك عمل حادث، ولدك توفى. يقول لك أي ولد؟ تصور ما يدري. ويعطون سيارات لأولادهم. فعلا هي قضية فعلا تحتاج إلى ندوة، أنا أقول وطنية داخل الكويت. إحنا الجامعة الكويت قبل شهر كانت في ندوة، وطلبت من الأخوان كون الجامعة أكبر صرح علمي، قلت يا جماعة خلنا نعمل ندوة حوار مع الشباب مع المسؤولين. إحنا مسؤولين بالوزارة الداخلية، نجيب مسؤولين من وزارة الإعلام، من وزارة التربية، من هيئة شباب الرياضة الشؤون، وزارة الأوقاف، نقعد مع الشباب شوف شو مشاكلهم. إذا ولي أمره مو قادر يربيه، إحنا يمكن نقدر نربيه، يمكن نعرف مشكلته نحلها له. هي مشكلة سلوك. شوارعنا ما عليها شيء، رجال الشرطة قايمين بواجبهم. ثق إن إحنا بعد ما صارت الحوادث هاي ابتدت تكثر، إحنا ما نقدر نحط عندنا 400 تقاطع، نقدر نحط على كل تقاطع 4 دوريات، صعبة. إذا الشخص نفسه ما قاعد يحترم القانون، إحنا ما نحترمه أبداً. ركزنا الآن عليها، تصور مع التركيز هذا. والقاضي الآن ابتدى، القضاة الحمد لله ابتدوا يتجاوبون مع الرأي العام، ابتدوا يومياً الآن عندنا حبس على شهر وعلى أسبوعين، وهذا فعلاً هذه ردة فعل جيدة. تصور اليوم عندنا تقريباً اللي قاضبينهم حوالي 81 على إشارة ضوئية حمراء عمداً. وكل ما تقضبه قال لك أنا طالع الصفرة وهذا كذب. اضطرينا ندخلهم وعلى مسؤوليتي قلت دخلهم نظارة لمدة 12 ساعة نحجزهم حتى ما نقدمهم للقاضي ثاني يوم. القانون تعرف القانون فيه حبس لمدة شهر، نعم، فيه غرامة 50 دينار، لكن القاضي بعض الساعات طبعا دائما يكون من جهة المتهم، يمكن يعطي الحد الأعلى، يمكن يعطي يمكن أقل من الأدنى. كيف القاضي هذا شيء احنا ما نتدخل فيه. لكن هي القضية مثل ما قلت لك تحتاج إلى توعية الشباب. المشاكل هاي كلها تجي من الشباب. وتدري من قاعد يكون بالمخالفات؟ أقدر أقول لك إياها من إحصائيات عندنا، جميع المتعلمين هم اللي يقوموا بالمخالفات. المدرس، طالب الجامعة، أستاذ الجامعة، الدكتور، المهندس، هم أصحاب المخالفات أكثرها. ما يعرفون؟ إحنا نقول متعلمين، كلهم متعلمين، لكن مع الأسف الشديد المخالفات قاعد تحدث. والحادث منين يجي اليوم؟ يجي مخالفة، هم طلوع إشارة ولا سرعة ولا عدم تقيد الخطوط الأرضية ولا عكسير يسبب حادث على طول. نعم، هذا باختصار المشكلة كلها. أشكرك الحقيقة، أنت أثرت نقاط عديدة. مؤكد الحضور الآن يتمنى أن يعطي رأيه في قضايا التوعية، في قضايا وجهات نظر محتمل تكون ملاحظات على إدارة المرور، وهكذا. نجي للرجل المخضرم، أنت شخص في المرور منذ سنوات طويلة، لك أدوار متعددة من سنة 52. سيدي أنا من الصعب أن أوجه سؤال محدد، ولكن مؤكد في ارتباط فيما قاله الأخ اللواء وحضرتك لواء متقاعد، وأرجو أن تعطينا ملاحظاتك على ما ذكر زميلك. شكرا أخ محمد. وهو الحقيقة يعني حوادث المرور لها أسباب كثيرة ومتعددة، ومن أبرزها طبعا سلوكيات السائقين اللي هي مخالفات أنظمة المرور وما ينجم عنها من حوادث وإلى آخره. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، هؤلاء المستهترين واللي ما يحترمون القانون، من المسؤول عن تقويم سلوكهم؟ لما نطرح مثل هذا السؤال، عادل حتما يتوجه أو تتوجه الأنظار إلى الجهاز المعني في ضبط السلوك، وهو جهاز الأمن، ومتمثل في إدارة المرور ورجالها. إيه المشكلة في الحقيقة؟ كل ما حنا نثيرها في ندواتنا نلقي اللوم بس على الناس، وصحيح الناس هم المسؤولين الأوائل في هذه القضية، ولكن أيضا في جهات أخرى أيضا هي مسؤولة. مش مثله، مثل الآن عندنا مثلا بالنسبة لتطبيق القانون، التطبيق لا يزال ضعيف، مع احترامي وتقديري للجهود اللي تبذلها إدارة المرور، ولكن لا تزال مثلا مستوى الرقابة على الطرق لا تزال أقل من المطلوب. لا يزال الروتين المطول في قضايا المرور من حوادث ومخالفات شيء لا يدخل العقل،
يعني المخالفة الآن أو أكثر من 60 من المخالفات لا ينفذ إلا بعد سنة أو 3 سنوات عندما يراجع الشخص لتجديد سيارته. إني إلى الحوادث نفس الشيء، لأن عندنا قضايا المرور لها علاقة في 4 جهات: إدارة المرور، إدارة التحقيقات، المحاكم، إدارة التنفيذ، وهذه كلها جهات مختلفة وتخضع لرئاسات مختلفة. فنتصور الآن لما مثلا نأتي على المخالفات اللي يحررها رجال المرور بالمئات يوميا، يدعونها في الإدارة، ينتظرون مثلا المخالف لما أي خلال 10 أيام إذا كانت من المخالفات اللي يجوز فيها الصلح. المخالف ما يحضر، تحال إلى التحقيق، التحقيق يستوفيها ثم يحيلها إلى المحكمة، والمحكمة أيضا بعد ما يصدر الحكم فيها تبعثها إلى التنفيذ. هذه المراحل كل مرحلة والثانية تستغرق شهور. فإذا حتى العقوبات اللي تصدر الآن من المحاكم بعد مضي هذه المدة الطويلة لا تعطي أثرها في الردع. إحنا اليوم نتكلم عن الردع وننادي بتشديد القوانين بقصد الردع، ولكن هل حنا ممارساتنا في الوقت الحاضر والأحكام اللي تصدرها محاكم المرور فعلا تنفذ في الوقت المناسب علشان تعطي أثرها في الردع؟ أيضا في شيء مهم جدا، إن الآن المخالفات المرورية بالذات تجد اللي يتحمل مسؤوليته مالك السيارة، وتتحول من غرامة إلى جباية ضرائب تقريبا، لأن الواحد لما يجدد سيارته بعد سنة أو 3 سنوات بالنسبة للسيارة الجديدة ويجد مخالفات عليه هو اللي يدفعها أو الشركات اللي تدفعها، وهذا الحقيقة خلل. فإذا أنا أقول لابد من استعراض عملية التطبيق في جميع مراحلها، ابتداء من دور رجال المرور، مرورا بالتحقيقات، مرورا في المحكمة، مرورا في التنفيذ. حنرجع مرة أخرى، شاكر لك طبعا عندك رد على الأخ عبد الوهاب. حضرتك كذلك رئيس وعضو منتدب لشركة النقل العام، في نفس الوقت أنت عاصرت اللجنة العليا أو اسمها المجلس الأعلى للمرور، فما هي وجهة النظر اللي عندك خلال موضوع دور المجتمع، دور الشرطة، دور وهكذا حتى نجد حلول في النهاية؟ شكرا مطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المشكلة المرورية ذات مثلث ذو أضلاع، 3 أضلاع طبعا، هو الطريق والسيارة والسائق. إذا كان الطريق في الكويت والله الحمد من أحسن الطرق، السيارات على مستوى عالي من الـ يعني القدرات الفنية والتجهيزات، والله الحمد أيضا سيارات في الكويت تعتبر من سيارات حديثة جدا. المضلع الثالث أو الضلع الثالث وهو السائق، وهو المشكلة. إحنا يجب تركيزنا الآن على السائق، لأن الطريق مثل ما قلنا إحنا جيد، سيارة جيدة، ما عندنا إلا السائق. والسائق أيضا يحتاج إلى أيضا فرعين، فرع توعية وفرع ردع. التوعية طبعا ناتج يعني يحتاج إلى إعلام وتربية وتعليم وإلى ذلك من وسائل الإعلام والتربية والتعليم. الردع وهو مسؤولية الإدارة العامة للمرور. وعلشان يتم الردع، وأنا أتكلم من هذا الجانب، لازم دعم الإدارة العامة للمرور. الإدارة العامة للمرور تفتقر إلى العدد الكافي من الأفراد، وتفتقر إلى العدد الكافي من الدوريات، وتفتقر إلى التجهيزات الأخرى المساندة للقيام بعملهم. الإدارة العامة للمرور يكاد يكون أعدادها ثابت في الوقت اللي فيه تزايد الأعداد السيارات في الكويت يفوق 8% سنويا. إذا قلنا حنا نسبة السكان تتزايد في الكويت بين 3.5 إلى 4% سنويا، تتزايد سيارات في الكويت أكثر من 8%. يعني هذه المعادلة بعد فترة من فترات راح تصل يمكن كل واحد عنده أكثر من سيارة، وليس كل واحد عنده سيارة في الكويت. الآن النسبة هو 2.5 إلى كل فرد في الكويت 2.5 سيارة، وهذا يعتبر نسبة عالية جدا يعني قياسا على أي نسبة في العالم. وهذا الأمر يتطلب دعوة إلى دعم الإدارة العامة للمرور.
الإدارة العامة للمرور لديها 70 دورية، خلينا نكون واضحين، موزعة بين ورديتين، وردية صباحية وردية مسائية. هذه 70 أيضا بتروح منها 20 سيارة صيانة وإصلاح، يبقى منها 50، يعني نقول 25 و25 أو حتى أقل بعد. من هذه المجموعة أيضا مفروزة دوريات للمواكب والمناسبات. طيب إيش بقى في الكويت؟ من اللي راح يتابع الردع والرقابة في جميع دول العالم بما في دول العالم متقدمة، رغم التثقافة ورغم التوعية ورغم كذا، لكن وجود السيارة الدورية ووجود الشرطة في الطرق دائما متواجد، وإن كان لإعطاء وجود للسلطة، وهذا مهم، مهم جدا أن يكون للسلطة وجود في الشوارع. هذا جانب. في جانب آخر يجب أن نغفله، أن الدولة تغيرت في تخطيطها في الطرق من الدوارات إلى الإشارات الضوئية. كل الأخوان اللي تكلموا قبل شوية إن كان كلهم عانوا من مآسي الحوادث المرورية لكسر الإشارة الضوئية. طيب شو اللي أجبرنا أن احنا نحط إشارة ضوئية؟ طول عمر الكويت تشتغل على الدوارات. لما اليوم في المناطق الكثيفة العالية الكثافة، ناخذ شارع تونس على سبيل المثال، الدوارة في شارع تونس، في أول شارع تونس، وهي أكثف منطقة في الكويت، لا يوجد أي حادث في هذا الدوار. وهكذا بالنسبة للمناطق الأخرى اللي فيها دوائر وتخدم البلد، بما فيها المرقاب على سبيل المثال، وهي أكثر كثافة، منطقة المرقاب تعتبر منطقة الصفات، دوائر وتخدم المنطقة بشكل جيد. طيب ليش اللي خلانا نروح نحط طرق متقاطعة ونحط عليها إشارات ضوئية ثم نهملها ونحط عليها رقابة والإشراف ونحول خلي الشباب يقولك والله ماكو شرطة إذا خلنا عبر الإشارة، ولما يعبر الإشارة تصبح عند عادة. إحنا الآن يجب أن نعود الناس، وهي يجب أن تكون عادة، عادة على احترام إشارة المرور، وعادة على احترام أيضا إشارة الوقوف، ما يسمى بالإنجليزي ستوب ساين. في الدول المتقدمة إشارة المرور هذه أو الإشارة اللي نسميها قف، حتى لو كان الساعة إن شاء الله 3 أو 4 الفجر ولا في أحد في الشارع، تجده يقف كعادة لأن اكتسب هذه العادة. بدون شك عبد الوهاب، أنت أدخلتنا برضو كذلك، وسعنا النقاش حول موضوع تطبيق القانون وقدرات هيئة المرور على تطبيقه أو لا، بعدين قضايا إخلاقية في التصرف، وهذه مأساة في المجتمع الكويتي في عملية تربوية صرفة. الشيء الآخر واللي هو أهم في نظري، أن قضية الآن كأنكم تركزون على أنه الأحداث كلها تكون نتيجة شباب. سامعين يا شباب، ترى أنتم متهمين الآن من قبل الإحصائيات ومن قبل النتائج بأن الشباب هم المعنيين في الأمر. السرعة ومخالفة المرور أصبحت عادة في الكويت، وهذا أسوأ عادة، يجب الحقيقة تغيير هذا السلوك. لا بس أنا وعدت، تفضل فقرة صغيرة تفضل. بس اللي بقول عليه أن الشخص اللي تسبب بالحادث في يوم العيد لبنتي صار له 3 أيام ما أخذ الإجازة، يعني عند الإجازة الصفراء المؤقتة. فهذا الشخص لما يكون في بداية حياته يسوق وما صار له 3 أيام ما أخذ الإجازة وعمل الحادث، فما بالك إذا صار يعني 1 أو 2 أو 5 سنوات راح يصير. والشيء الثاني إنه لما عمل الحادث يعني انحاش، يعني سلوكه وأخلاقه ما سمحت له إنه يوقف ويشوف شو اللي صار أو شو اللي عمله، هرب و اللي مسكه 2 من الشباب جزاهم الله خير، لحقوه بالسيارة مطاردة من شارع إلى شارع لين قضبوه ومسكوه وجابوه. نسمع من الأخ عبد الحميد الردود. بالحقيقة طبعا الأخ اللواء يوسف تكلم عن موضوع المرور، أعتقد هو أخبر مني بالمرور والقوانين اللي قاعد نشوفها كلها، هو طبعا وراء إصدارها وساعد في تشريعها، يعني فعلا عمل اعمال جيده الاداره عمل المرور، لكنه ظاهر ابتعد عن المرور الان، ما يدري الان شنو التطورات اللي صارت. الكلام اللي قاعد يقوله فعلا احنا عندنا المخالفات اللي قاعد تحدث، عندنا مخالفات الان ما تطول، يعني ماكو تخالف، يمكن في نفس الوقت اذا صدناك نجيبك القاضي موجود يحكم لك على طول، تنفذ قضيه هاي تنفيذ الاحكام قاعد ننفذها على طول. اللي يتكلم عنه ان في بعض الناس عاملين مخالفه، يمكن السائق عمل مخالفه وسافر السائق يمكن راح، لكن احنا ما نبي نتحكي على الوضع هذا، هذا وضع روتيني كله قاعد يتطور مع الزمن. الان احنا
على وشك ان نحط الاستعلام الصوتي لكل واحد يقدر يتصل، بنحط لنا 10 ارقام يعرف اذا سياراته عليها مخالفه يستفسر عن اي شيء يبيه بالمرور في الاستعلام الصوتي. خدمه البريد بالنسبه للاجازات راح نعملها، هذه اشياء نعتبرها ما تي 1% من القضايا الحوادث اللي ذكرها الاخ عبد الوهاب، قضايا رئيسيه ومهمه. هي بالنسبه للدورات بعد الدوريات، انا صح كلام الاخ عبد الوهاب، اقول احنا عندنا حوالي 150 دوريه مرور. هو طبعا كون مقراج النقل العام طبعا هو اللي يصلح سيارات، يمكن عنده يمكن فعلا سيارات، احنا نقول عندنا نقص، لكن مع هذا النقص ما يخلينا نوقف ابدا. اشغل السياره لو 24 ساعه ما ولا اوقف. اذا البلد الان ميزانيتها طبعا ما تستطيع تزود دوريات، والافراد طبعا عندنا افراد الحمد لله جيدين، وعندنا دوريات كلهم؟ لا ينسى كلهم، لا مو كلهم، ما اقول كلهم، اقول في عندنا يمكن 10% منهم سيئين، لكن ما هذا ما طبعا ينعكس على الناس الجيدين عدل. لكن الشخص اللي يسيء هو بالشارع مع اي مخالف او يعتدي عليه مخالف او مخالفه او يسيء سلوكه، طبعا ثق ان احنا قاعد انجازي اذا عرفنا. اذا يشتكى واحد لكن واحد ما يشتكي ما نقدر نعرف. نعم. لكن اذا اشتكى واحد ثق انه قاعد اتخذ معاهم جميع الاجراءات، حتى الطرد وصلنا نطردهم، لان الشخص هذا طبعا انت في خدمه الشعب مفروض تخدمهم من كل عيونك بكل ادب واحترام، حتى لو يعتدي عليك الفرد لازم تتحمل كلامه، انت موجود بالشارع لخدمته وقاعد تتعامل مع الفراش ومع اكبر راس من قطاع الحكومه يعني مثلا. نعم. ما تفرق بين اي واحد، واحد مخالف تتكلم معاه بادب، تتكلم معاه بلطف وتاخذ الاسلوب معه. اكيد بعضهم يقول لك اخذ الرقم الامامي والخلفي وطق وحرك راح. انت اذا تقدر تاخذ رقمه تاخذ رقمه وتعلمنا عنه، احنا نجيبه ثاني يوم ونعاقبه. لا ما اللي يتردد عاده في اماكن اخرى كملاحظات. نعم. على العسكري. ايه. نمره واحد استفزازه في حاله الحوار بينه وبين. صحيح احتمال يصير. الثاني. الشيء الآخر فقدانه للعلاقات الإنسانية بطريقة المخاطبة. صحيح. ثالثا أحيانا يكون له مزاج وأحيانا ما يكون له مزاج، فأنت وحظك، يا أنه يصيدك لأنه مزاجه رايق زي ما بيقولوا بالمصري، وإلا أوه شو وديني وراء هذا. هذا ما يقال ويذكر. صح معاك، أنا بس أقول لك هذه نسبة ضئيلة جدا، لكن رجال الشرطة أنا بعتقد قايمين واجبهم، اغلبيتهم يعني واجبهم بدون شك، ومهمه مي سهله، مهمه مي سهله، قاعد يوقف بالشمس بالبرد، هذا واجبه قاعد ياخذ راتب عليه. وفعلا انا بعتقد يعني أي. احتمال في 5-10% من المسيئين، حتى البلد كلها يعني هالبلد كلها، هل ايضا اللي قاعد يسوقون سيارات كلهم في نفس الادب؟ نعم. ابدا لا بد يكون في خلاف. اشكرك. تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انا يمكن بغير وجهة نظر النقاش كله من مرة، احنا قاعدين نناقش مسألة المرور من زاوية سطحية جدا. اعتقد احنا عندنا كدولة وكشعب مشكلة رئيسية ولازم نحلها من جذورها. واحنا هالمشكلة قاعدة تتطور معانا من يمكن 40 سنة. عندنا مشكلة رئيسية في الأخلاق وفي حب احترام الناس وفي احترام النفس. وللأسف كويتين بالإضافة إلى كلام اللواء عبد الحميد أن كلهم متعلمين. هل متعلمين هم نتيجة 30 سنة الماضية؟ والكويتي اليوم ما عنده اي شيء اللي يصرفونه تصرفات يعطيك الا بسيارته. سيارة له حر فيها، يفتخر فيها، يتصرف فيها كما يشاء. العملية اعتقد في نظري كلها عمليات نفسية وكلها لا علاقة بالسلوك، وهذه كلها ماشيين عنها، لكن وايد لها علاقة بينا احنا كشعب كناس نتصرف في الشارع مع جميع الوسائل. انسى سيارة، مصارعين جايين مسوين حفلة غداء لهم، 1500 نفر يروح يخرب البوفيه، وكلهم شباب صغار مع أهاليهم. كرة القدم في مباراة اللاعبين ينطقون بطولة، فالوسيلة بالفعل السيارة تبين نتيجتها أسرع لأن مأساوية أكثر، ولكن تصرفاتنا إحنا خلينا نعمم كشعب احنا شوي خارج عن الاخ عزيزي جعفر. احنا بدينا الحديث حول موضوع اللواء اظن ذكر في البدايه عن عمليه سلوكيات واخلاق، نحن نعرف ذلك، لكن احنا الان نقول شلون نضع حد اللي يحصل هذا. من واحده من الاشياء انك تقلل عدد السيارات بالشارع. كيف؟
ليش تقللهم؟ تقللهم عشان تقلل نسبة الخطورة. من حق إنسان أي إنسان أن يقتني السيارة. هذا واصل لك. إحنا يمكن 80% من الشعب الكويتي أو المواطنين بالكويت طول اليوم بالشوارع، شو يسوون؟ اللي عنده مشكلة بالمرور لازم يروح 6 مرات عشان يحلها. كل شوي روح يغير ورقة ثانية، صلح الورقة، عدل هالورقة. اللي نفس الموظف اللي بالمرور يضطر يروح الصحة حق نفس المشاكل. يعني كلنا ندور طول اليوم في الشوارع لحل أشياء. أستاذ أحمد هلال عندك أظن تعليق. شكرا مطارق. أنا أعتقد أن القضية قضية يعني عامة ما تشمل بس موضوع المرور، هي قضية هيبة القانون. القانون في البلد ما له هيبة على جميع المستويات، ما في احترام أيضا للقانون، في تمرد موجود داخل النفس البشرية في الكويت على القانون نتيجة لممارسات قاعد يعيشها المواطن ويلمسها ويجد هناك اختراقات للقوانين ولا هناك ردع واضحة وكلنا نعرفها. فبالتالي هذه قاعدة تنعكس على كل إنسان. إذا القانون ما له هيبة فبالتالي مهما وضعت من قوانين، قانون المرور 279 صفحة بس شو الفائدة منه؟ ولا له فائدة لأنه ما له هيبة. الناس اللي تشرع أو الناس اللي تضع هالقوانين أو تطبق هالقوانين ما قاعد تطبقها، جمدتها، فبالتالي ما له أي قيمة. المشرع يتدخل لخرق هذا القانون، هم أعضاء مجلس الأمة أيضا يتدخلون لإغلاق ملفات قضايا وكذا وكذا. فالهيبة متى ما كان القانون هيبة ممكن يكون في له احترام، الآن ما في أي احترام. هذه نقطة مهمة أعتقد ما يختلف عليها الكثير في قضية هيبة وتطبيق القانون. السلامة أخ بدر، أنتم لكم دور كجمعية السلامة، هذا الدور ما أعرف كيف يقيم في الوقت الحاضر، يعني إلى أي مدى هذه الجمعية تساهم من ناحية التوعية في قضية الحد من حوادث الطرق؟ طبعا بطارق الحقيقة مش القضية هي مو قضية عالمية كما يفتكرها البعض، وهي طبعا شملت العديد من الدول. الآن أصبحت القضية قضية كويتية بحتة وطنية بالذات. فمثل ما تفضل يمكن الأخ عبد الوهاب الهارون لما تكلم عن الطرق الكويت، اللي المتتبع إلى شبكة طرق الكويت اللي تبتدأ من العاصمة على شكل هلال كبير أو يسمونه الدائري لغاية الدائري السابع، وتتعامد عليها عدد من الطرق اللي هي الطرق العادية اللي هي موجودة حاليا بالإضافة للطرق الساحلية، أوجدت جسور ووجدت أشباه أنفاق، أعطت انسيابية في حركة المرور، أعطت انسيابية كبيرة في حركة المرور، مما تسبب هذه الانسيابية تسببت بتشجيع الشباب على السرعة داخل المدن. تسبب على الطرق هذه تقاطعات اللي سميت فيها التقاطعات الإشارات الضوئية، أو نسميها إحنا بالتعريفنا في جمعة السلامة نطلق عليها هي تقاطعات الموت. صحيح يمكن أجهزة الإدارة العامة المرور وكافة الموجودة التكنولوجيا الحديثة ما قاعدة تتطور مع تطور السيارات الحديثة، السيارات تطورت بشكل كبير. يعني شو أطور أنا بالشارع؟ أول سيارة من انتجت من 1886 إلى اليوم صار لها 100 سنة مرت بعدد من المراحل. هذه السيارة خلفت لنا 17 مليون قتيل. حاليا بالكويت النتيجة يعدل باليوم عندنا قتيل من حوادث المرور. تطور السيارة مثل ما تفضلت بطارق اللي هي النمو في تكنولوجية السيارة ما صاحبه نمو ثاني بأجهزة الرقابة والردع اللي يتساوى مع هالتطور. مصنع السيارات يصرفون، أصحاب وكلاء السيارات لهم بجت معينة أو لهم ما يطلق عليه رأس مال معين يصرف فيه بالدعاية، الدعاية لاقتناء السيارة وميزاتها طبعا السرعة والميزات الكثيرة مقابلة هناك دعم إلى قطاع المرور أو قطاع الجمعيات اللي هي النفع العام اللي هي دائما قاعدة تصب توعيتها. إذا احنا عندنا هنا فقر بالتوعية. التوعية المرورية جدا ضعيفة عندنا. صحيح مثل ما تفضل بخالد يقول ان احنا نطلع الآن مثل
يمكن ندوة من ندوات أنا سمعتك أبو طارق قاعد تقول إنه طيب خلينا نجدد إحنا بنوع التوعية، خلينا نجرب عدد من الوسائل في علشان نوصل كيفية الحد من الحوادث المرورية اللي قاعد تسبب، شلون نأثر في هذا الشاب من جراء التوعية. وبالفعل أمراض كثيرة ابتعدنا عنها أو ابتعدوا عنها الناس، ليش؟ أو على سلوكيات معينة، ليش؟ لأن التوعية كان اللي صاحبها من هيئة الأمم المتحدة كان مصروف عليه بشكل جيد. فإحنا إحنا نطالب كجمعية إنه يجب إنه هناك يكون فيه مؤتمر محلي ودولي يتابع هذه القضية اللي قاعدة تخلف ضحايا، ويمكن قاعد نسبة إحنا الضحايا الموجودين، إضافة وعلاوة إن جمعية السلامة هي تمثل رأي المجتمع في القضية المرورية. لو سمحت لي، لاحظنا من الكلام إنه ما أعتقد هناك في ثقة كبيرة في قضية التوعية، يعني يجب أن نفهم إنه القضية أكبر بكثير، معقدة، مو قضية إني أنا على التلفزيون فقط أعتمد على التوعية أو الإذاعة أو أي وسائل. أنا أعتقد يمكن نتحدث بعدين عنها، بس هني الأخ عبد الله منيع، أنت من أهل القرين. نعم. القرين هالأيام عليه علامة استفهام، حوادث في خلال 3 شهور اللي فاتت يثبت أن هناك خلل. شنو هالخلل؟ حضراتكم حتتحدثون عنه. الأخ أنت من أهل القرين. نعم. قول اللي عندك، أظن موجه لك يا أخ عبد الحميد. الأخ عبد الحميد طبعا أبو خالد مساك الله بالخير. أنا ودي بعد أعقب على ما شاء الله، بعقب على كلام الأخ الهارون والأخ اللي تكلم بدر بخصوص التقاطعات وإشارات المرور، وشكل ما قال الأخ الهارون الدوار أخف أذى من التقاطعات. الحقيقة إحنا عندنا في القرين مشكلة أعتقد إنها يعني تخفى عليكم، مشكلة عندنا 28 إشارة ضوئية في القرين. 28 إشارة ضوئية يا جماعة الخير، أنا بقول لكم إذا بغيت أطلع لشغلي أو برد يعني خلت حوشني من هالـ28 7، زين 7 رايح 7 راد، هذا بمشواري يعني باليوم، زين بطلع مشوار ثاني أبي أوصل للمستشفى، أبي أوصل للجمعية. يا جماعة الخير أنا إذا يعني نحب نطبق القانون ونحترم القانون، لكن القانون هنا ما قاعد يراعيني، زين من على حسابه أني أنا أقعد قبل موعدي للدوام بنص ساعة عشان أجتاز الإشارات، أطلع قبل موعد الدوام بنص ساعة على حساب المرور، على حساب الإشارات الضوئية؟ لا يا أخي أنا ما عندي استعداد، أنا قاعد أشوف بين كل إشارة وإشارة ماكو 500 متر، ماكو في شارع واحد يعني بتقطعه 12 إشارة. فبالتالي مسألة الإشارات هذه هي يعني أنا بقول لكم واحد من الناس يمكن أنا ما أأيد، زين وهم معلوم إن واحد اجتاز الإشارة الأولى شكل ما قال الأخ هارون، الثانية الثالثة ما صادفت، طلعت أنا شبت للخضر، هذاك بما أنه طالع من 2 أو 3 إشارات كفخني على أساس مأمن ما حاشا شيء، صكني أنا ما قاعد أأمن على حياتي، قاعد أخاف أتلفت يمنى يسرى خايف أنه واحد مطيور يجي وكفخني، وأنا واحد من اللي وقفوا على حادث الأخ شمسان، ومنهم أنا واحد متضرر قبل 8 أشهر لي بنت عمه عمرها 20 سنة وأم لطفلة عمرها 6 أشهر وعمر الوردة راحت. طيب شلون إحنا نقدر نحل هالمشكلة إذا كانت مشكلة إشارات؟ يا جماعة الخير الإشارة يعني وسيلة أو يعني شيء نقدر نبدله سهل وأخف التكاليف، ما أدري. طيب الدوار من مخال، أنت ركزنا على الحين على الإشارات إنها أحد الأسباب، أسباب التأخير وأسباب الحوادث. أسباب التأخير أسباب الحوادث. هنسمع الرد. وجهة النظر أنا اللي عندي يا جماعة الخير، لما أقبل على الإشارة يضيق خلقي نفسيا أتعب. على خير. الآن الجناح أو الجانب المهم كذلك في مأساة الحوادث المرور، وهو يحيى المستشفيات والإصابات ونتائجها وما يترتب عنها من قضايا نفسية وقضايا مادية، والجهد اللي تبذلونه في علاج ما يمكن علاجه. دكتور رمضان أبتدي فيك وبعدين أحول الموضوع إلى زملائك، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا هذه خاصة حوادث السيارات أو إصابات الدماغ والعمود الفقري هي من أصعب الإصابات اللي تحدث نتيجة حوادث السيارات. طبعا هي خاصة بالنسبة لما نحن خاصة الجراحين لما نسوي العمليات بين الأهل أو الأصدقاء القريب هي أصعب شيء. أيه. تفتح رأس صديق أو ما له أمل ساعة. طبعا أقول لكم بعض الإحصائيات اللي نشوفها. طبعا يمكن 70% من الحوادث الإصابات الدماغ والعمود الفقري نتيجة عند إحصائية من الكويت عندنا في بن سينا حوالي خلال 5 سنوات حوالي 195 حالة دخلتهم في الحوادث بس في مستشفى بن سينا غير المستشفيات اللي في جميع المستشفيات اللي بالكويت. معظم الحالات دخلت عندنا طبعا من حالات نسميها الشديدة إصابات الشديدة في الدماغ والعمود الفقري. طبعا كل الحالات هذه كانت في غيبوبة تامة. عندي إحصائية أنا في بحث عنها حوالي النسبة اللي كانت فيها من الشباب أكثرهم حوادث سيارات عندي 65% نتيجة إصابات نتيجة حوادث سيارات. يعني تقريبا فوق 1/3 منهم نتيجة حوادث سيارات. وأكثر شيء نسبة الشباب من 18 إلى 30 وهم السبب الأساسي لحوادث السيارات اللي كانوا عندنا في الغيبوبة. طبعا خاصة عند إحصائية ثانية بالنسبة للشباب أكثر من البنات لاحظتهم عندنا الشباب طبعا بالنسبة لهم يمكن تعدى فوق 75% اللي سووا الحوادث هم من الشباب وقليل جدا هي من الحوادث الـ بالنسبة للبنات ونقول لهم النساء طبعا لأنها حوادث غير مباشرة. لكن في الحوادث هذه خاصة إحصائية في كندا 70% من الحوادث اللي تصير هناك نتيجة سيارات نفس أعلى نسبة عندهم أعلى من إحنا يمكن إحنا 65 هم 70% من الإصابات. المريض اللي يدخل عندهم كل كندا حوالي 30 ألف واحد يدخل يوميا في المستشفى بالحوادث 30 ألف. التكلفة شوف التكلفة فظيعة جدا تقريبا بالسنة مليون حوالي مليون دولار بالسنة بس تكلفة المستشفى غير الأشياء هذه. إحنا خاصة عندنا في المستشفيات أو في العناية المركزة المريض يكلفنا باليوم أكثر من 100 دينار إلى 200 دينار بس تكلفة السرير العناية المركزة. شوف المريض المعاق إيش كثر يقعد. ومعظم المعاقين أكثر من 60% من الحوادث اللي تحدث في إصابات المخ والعمود الفقري تحدث إعاقة. يعني معظم الحدث إذا كان إصابة شديدة جدا في العمود الفقري وفي الدماغ تقريبا يوصل إلى 70% عندنا بالكويت إعاقة إما يكون شلل أطراف أو من يكون تخلف عقلي أو شيء. عندي سؤال دكتور. تفضل دكتور عباس أنت رئيس جراحة المخ هل لما تكون الحالات فيها القضايا اللي أنت ذكرتها اللي هي متقدمة جدا من حوادث هل تدل هذه على رعونة السياقة على العنف في الشارع بطريقة السياقة وإلا هذه تحدث ممكن يكون من شيء بسيط؟ طبعا الكل طبعا أنا متفق مع الجميع اللي هني. طبعا السرعة والرعونة هي السبب الأساسي. وطبعا في إحصائيات عن الحزام الأمان طبعا قللت نسبة كثيرة حتى بدول الغربية وهذه. طبعا احنا مشاكلنا كثيرة ودي أتكلم عن المشاكل الطبية ما نوصل لها. مشاكلنا كثيرة من ضمن المشاكل احنا وجود مركز. هل في استفادة لما يكون عندنا مركز إنشاء مركز تخصصي لعلاج لجراحة الدماغ والعمود الفقري؟ هاي مهم جدا لأن أنا أحس بهالمشكلة. كان في مشروع لكن تعرف احنا مشاكلنا روتينة بالوزارة. من دكتور الوزير عبد الرحمن العوضي قدمت مشروع 5 صفحات على إنشاء هذا المركز. قال طب هل المركز مهم؟ والله طبعا مستشفى يعني. طبعا أقول لك ليش مهم. سبب واحد لأن عانيت أنا من أهل المرضى بعد ما يجون تسوي لهم عمليات وهذه طبعا بعضهم ما تنجح نتيجة يعني ارتجاج قوي بالمخ نفسه. وطبعا أقول لك والله أنت جرح مو زين أو يذمك ما يذم ولده اللي سوى الحادثة ذم الطبيب هذا. طبعا ليش احنا مشاكلنا احنا خاصة ليش وجود المركز
انا مسؤول عن جميع المستشفيات بالكويت، يعني جراح مخ الاعصاب والعمود الفقري لازم يمر على، يروح الجهره، يروح العدان، جميع المستشفيات. طبعا لما انا اشوف المريض هناك واسوي العمليه هناك، من اللي تابعه؟ طبعا انا ما عندي ستاف كامل عشان اتابعه، وابن سينا طبعا غير مهيئ ان يكون مركز لجميع الاصابات. لو افتح المجال اسكر المستشفى للمصابين خاصه حوادث السيارات. وشيء ثاني، معظم اللي راحوا برا يروحون برا يقول لك والله احنا نبي ابن سينا، ليش ما تودونا ابن سينا؟ لان هني التخصص الدماغ والعمود الفقري. نعم دكتور عباس اتفضل. انا اعتقد ان هالايام قاعدين نلاحظ ان قاعده مؤسسات وافراد من اهل الخير قاعده تؤسس او تبني مباني، ان شاء الله يكون حظكم. ها دكتور محمد المشعان، انت حضرتك قسم الجراحه، رئيس قسم الجراحه مستشفى الصباح، الله يكافينا الشر ان شاء الله، وتكونوا ما بدون شغل في فتره ان شاء الله. عطني ملاحظاتك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا ابو طارق على اللقاء الجيد هذا، اللي نحاول الحقيقه من تخصص وزاره الصحه نلقي ضوء على المآسي اللي نشوفها، سواء بالحوادث اللي نستقبلها، يعني تقدر تعتبرها يوميا، من اصابات بسيطه الى متوسطه الى اصابات جسيمه. والاصابات الجسيمه يتخلف عنها اما وفاه انيه او وفاه بعد فتره وجيزه او تخلف، ويترتب على التخلف طبعا ما نشوفه احنا من ناس ممددين على السراير على ويل تشيرز، يسعون في كل بلدان العالم انهم يجدون حل لهذه المشاكل ما يقدرون. انا اذا تكرمت الحقيقه ودي ازيد على كلام الاخ الدكتور عباس رمضان عن التكلفه اللي نتحملها كوزاره صحه لامور ممكن تفاديها بتضبيط القوانين والحزم الشديد لامور مثل هذه، لا تاخذنا رافع الحقيقه. يعني من اراد ان يقتل اليوم شخص لاي سبب مستعد انه يكررها في المستقبل، ما اعتقد انه عنده شيء الا انه يكون في شيء رادع بالنسبه لنا. احنا وزاره الصحه المريض في العنايه المركزه مثلا عندنا في مستشفيات الكويت، ولو انها قليله نسبيا مقارنه بدول العالم، والدوله تتكفل وزاره الصحه تتحملها يوميا من ال 280 الى 300 دينار يوميا. اذا راح للجناح العام تكلفته اليومية 75 دينار. طبعا هذه صورة عامة، لكن لو أجي مثلا أقول إصابة بليغة، الإصابة البليغة شو يترتب عليها؟ مو يعني مو فقط إصابة رأس أو عمود فقري، يترتب عليها إصابة بالبطن، إصابة بالصدر، طبعا الكسور، وأشياء كثيرة تترتب عليها. أنا إذا تكرم لي دقيقتين من الوقت بس أراويك بعض الإحصائيات الجسيمة اللي حنا نشوفها. عندك مثلا في خلال سنة 93 الإجمالي من الإصابات البسيطة اللي وزارة الصحة حوالي 1303 إصابات، الإصابات البليغة 715 إصابة. الإصابة البليغة المقصود فيها تعدد الأجهزة المصابة بالنسبة للشخص، من جهاز تنفسي، جهاز هضمي، جهاز دوري، مخ، أعصاب، عظام، لا حول الله. الوفيات من الإصابات المرور اللي احنا استقبلناها كوزارة صحة 290 حالة سنة 93. طبعا في سنة 94 288 حالة وفاة. تخيل 288 أسرة في مجتمع صغير مثل مجتمع الكويت، شنو المآسي اللي تترتب عليها؟ من المآسي النفسية إلى المآسي الاجتماعية التربوية المادية، قد يكون معيل أسرة الشخص هذا، او قد يكون ابن وحيد لاسره. فطبعا اجي طال عمرك اذا تسمح لي في مستشفى العظام مثلا، عندهم في سنه 95 استقبلوا مستشفى العظام الرازي بس 855 حاله اصابات. احنا لا نقصد على فكره، يعني احنا ركزنا على المرور، هو الحقيقه ابو طارق لازم ايضا ننسحب على الموتور سايكلز، الجيت سكيز، الاشياء هذه الحقيقه يجب ان نلقي عليها الضوء ايضا بدون شك. اي يعني تسلم. الله يحفظك. دكتور عيدان، حضرتك مدير مستشفى العلاج الطبيعي، الطب الطبيعي هو العلاج الطبيعي، تاهيل الصحي صحيح، ممكن تعطينا او تلغي نور على هذه القضيه؟ شكرا. الحقيقه المستشفى الطب الطبيعي والتاهيل الصحي مشكلته شويه فريده عن المستشفيات الثانيه، لانه هو يصير ركن يفرق بين
إنسان وعائلته ما بين ما كان طبيعي وبعدين حصل له حادث أو تغير، لأنك بس كلامنا عن المرور عشان اسمحوا لي أتكلم عن الحوادث، صار له حادث وبعدين صار له تغير كبير في جسمه وفي نفسه، والتغير هذا ينسلخ على العائلة كلها، ومن مسؤولية هذه المستشفى أنها هي تتعامل مع هذا التغير من الحدث. مسؤولية المستشفى أنها هي تخلي هذا المصاب يستوعب الحدث اللي صار له ويتقبله بعدين، وبعدين يتعامل معه التعامل الواقعي والتعامل العملي. وهذه المراحل كلها مو بس المصاب، حتى أهله مهمين جدا في هذه المراحل كلها. احنا في هذه المستشفى نتلقى النتاج اللي يطلع من المستشفيات الكويت كلها، الجراحات العامة والجراحات المخ والأعصاب. ومشكلتنا ان احنا ما نعالج بس علاج طبي، انما المسؤولين ان احنا فعلا نهيئ المريض واهله الى انهم يتقبلون الوضع الجديد ويتعاملون وياه ويصيرون بافضل الحالات معه. المأساة حصلت خلاص، ما فينا ان احنا نغيرها، لكن علينا ان احنا نخليهم يتقبلون هذا الوضع ويتعاملون وياه افضل التعامل. دكتور عدنان، هل تعتقد انه لو انضبط قضية الحوادث المرور، انضبطت بشكل او باخر، عملكم انتو يخف عن الحالات ونتائج امور اخرى غير المرور؟ بلا شك. الحقيقة المتعجب الزوار الكويت كلهم لما يشوفون الإحصائية اللي عندنا من إصابات العمود الفقري، أنا أتكلم عن الإصابات بعامة حتى المرض الخاص بالعمود الفقري، 15.5% من هذه الإصابات خاصة بحوادث المرور. هذه نسبة كبيرة جدا، أن 15% من إصابات العامة للعمود هي من إصابات الحوادث. أشكرك. حاضر، بس أبي أعرف الأخ لا زال مصر على أنه الإشارات المرورية اللي تضعونها هي السبب في كثير من المشاكل، لو سمحت ترد على هذا. والله بالحقيقة أنا ما أعتقد أن الإشارات، دائما نقول إشارة هي إشارة موجودة لرجل راكب سيارة، لازم سواء دوار أو إشارة، ولازم يحترم حتى الدوار. عندما يجي الدوار لا يحترم، راح يوقف عند الدوار ويعطي الأولوية للقادم اليسار، هذا شيء معروف. لكن مثل ما تفضل الأخ بالقرين، بالقرين فعلا إحنا معاه كان في حوالي 43 تقاطع. احنا مع الاخوان بالاشغال حاولنا، لان الاسكان هم اللي بنوا المنطقه هناك بدون رجوع لنا، احنا فوجئنا عند التنفيذ وقدرنا نقلل 43 الى 23 تقاطع، ولا نزال احنا قاعد نطالب، ودنا تكون كلها دورات، نتمنى، لان مثل ما قال الاخ الدوار فعلا لو صار حادث لا سمح الله بيكون اخف من التقاطع، هذا شيء واضح. لكن بالنسبه للتاخير، التاخير ممكن يحصل حتى بالدوار، ترى احتمال يحصل. انا اقول لك الكثره هذه، انا معاك، انا اقول لك احنا يعني قاعد نحاول ان نقلل، عندنا كتب وجتنا كتب كثيره من بعض اخوان اعضاء مجلس امه يطالبون بعمل دورات بدال عندكم، عندنا قرب الفنطاس نفس الشيء. انا اقول لك بعض الشباب مع الاسف الشديد ما قاعد يحترم، الاشاره موجوده المفروض تحترم، لكن قله التوعيه اللي عند بعض الشباب مع الاسف الشديد ما تخليهم يحترمون القوانين هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول يعني شنو الاسباب اللي خلت الشاب مثل اللي تخطى الإشارة بالقرين يتخطى هذه الإشارة؟ ليش؟ الأسباب إن الشاب من يوم إحنا ما نقول إنه ما عنده وعي بالقانون، الشاب من يوم هو بالروضة يعرف أحمر أوقف، أصفر استعد، أخضر امش، عدل؟ الشاب يعني عنده وعي بالقانون، يعني ما أعتقد في أي شاب هنا ما عنده وعي بالقانون. شنو الأسباب يخليته يتعدى هذه الإشارة؟ طالب أو الشاب لما يروح الصبح مع أبوه أو أي أحد من أهله أو أخوه العود، هل هذا هو كان له قدوة في الطريق وهو ماشي؟ لأن أخوي أو أبوي أو أي أحد قاعد يوصلني المدرسة وأنا صغير، هل أنا أشوفه يمشي بالسرعة القانونية؟ لا لا، برافو عليك، برافو عليك، كمل. هل هو يعني كان يمشي بالسرعة القانونية؟ لما أنا أشوف أتأثر فيه أقول ليش هو أحسن مني؟ هو أحسن مني، خل أنا أتعدى السرعة. أشوف مثلا رفيجي الأكبر مني عنده إجازة، أنا محي ما طلعت إجازة، أشوفه مثلا أركب معه يطوف الإشارة ما يربط الحزام، أقول ليش يعني هو أحسن مني أفضل مني؟ خل أقلده أنا، هو مو وعي بالقانون، ما في وعي بالقانون، هو القدوة، ما في أي قدوة. أشكرك أبوي، بارك الله فيك.
ونطلب من الله عز وجل أن يحفظ الجميع من سوء ومكروه، ونتمنى للجميع السلامة يا رب. الأسبوع القادم مع الجزء الثاني من المرور، وشكرا لمشاهدتكم وتصبحون على خير. مع السلامة. No.